السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلبه مرحبا بكم في رحاب ماده اللغه العربيه للصف الثالث الاعدادي الجزء الثاني ندرس اليوم صيغه المبالغه ونتعرف المقصود بالصيغه المبالغه واشهر اوزان صيغ المبالغه لنتعرف الهدف الأول وهو المقصود بصيغة المبالغة سنقرأ الأمثلة الآتية ونقارن بين الأسماء التي تحتها خط في المجموعتين الأولى والثانية. بالنسبة إلى الكلمة التي تحتها خط في المجموعة الأولى: عالم ثم كلمة فاعل ثم كلمة آمرة المجموعة الثانية الكلمة التي تحتها خط علام ثم فعال ثم آمرة نلاحظ أن الكلمات في المجموعة الأولى جميعها كانت اسم فاعل أي من قام بالفعل، تدل هذه الكلمات على من قام بالفعل، عالم، فاعل، آمر. أما بالنسبة إلى الكلمات في المجموعة الثانية، فهي أيضاً تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل من القيام بالفعل، إلا أنها تختص بمعنى بمعنى آخر وهو كثرة القيام بالفعل. او المبالغه في الاتصاف به عالم علام المبالغه في الاتصاف بهذا الفعل وكذلك الشان بالنسبه الى فعال واماره اذن المقصود بصيغه المبالغه هو اسم مشتق يدل على كثره القيام بالفعل او الاتصاف به هذا بالنسبة إلى الهدف الأول، أما بالنسبة إلى الهدف الثاني: أوزان صيغ المبالغة، طبعاً لأوزان صيغ المبالغة هي أوزانٌ سماعية، أي سُمعت عن العرب، أي ليس لها قاعدة تقاس عليها، ومن أشهر هذه الأوزان موجودة في هذه الأمثلة. بالنسبة للمثال الأول، الأسماء التي تحتها خط فنان، ووزن فنان هو فعال، إذا هذا الوزن الأول من أوزان صيغ المبالغة فعال. المثال الثاني معوان، ووزنه مفعال، هذا الوزن الثاني من أوزان صيغ المبالغة. المثال الثالث: سعيد ووزنه فعيل، إذا هذا هو الوزن الثالث من أوزان صيغ المبالغة. المثال الرابع: فطن على وزن فعل، وهذا هو الوزن الرابع. المثال الخامس: طموح على وزن فعول هذا هو الوزن الخامس المثال الاخير جواله على وزن فعاله هذا هو الوزن الاخير والسادس هذه هي اشهر اوزان صيغ المبالغه وكما قلنا هي اوزان سماعيه سمعت عن العرب ولذلك ينبغي علينا اعزائي الطلبه ان نحفظها الاستنتاج: لصيغ المبالغة أوزانٌ سماعية أشهرها: فعال، مفعال، فعيل، فعول، فعل، فعالة. صيغ المبالغة تشتق عادةً من الأفعال الثلاثية، هذا توضيح نبيّنه. عادةً صيغ المبالغة تشتق من الأفعال الثلاثية فصدوق على وزن فعول مشتق من الفعل الثلاثي صدقة وسميع على وزن صيغة المبالغة فعيل مشتق مشتق من الفعل سمع وقد تشتق أحيانا صيغ المبالغة من الفعل الثلاثي المزيد مثلا كلمة معوان من الفعل أعان أعان هذا الفعل الثلاثي مزيد بالهمز ونذير من الفعل أنذر. إذا درسنا واضح وبسيط، الآن نختم درسنا بتدريب بسيط. نعيّن فيه صيغة المبالغة ووزنها، ووزنها. الأمثلة الآتية: إن الله رؤوف بالعباد، صيغة المبالغه رؤوف على وزن فعول قد يؤتى الحذر من مامنه صيغه المبالغه حذر على وزن فعل ان ربك هو الخلاق العليم صيغه المبالغه خلاق وعليم الاولى خلاق على وزن فعال والثانيه عليم على وزن فعيل وصف الرحالة غرائب البلدان صيغة المبالغة رحالة على وزن فعالة كن مطواعا لوالديك تنل رضاهما صيغة المبالغة مطواع على وزن مفعال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صيغة المبالغة صبار وشكور، صبار على وزن فعال وشكور على وزن فعول. نأخذ تمرينا آخر. هات صيغة صيغة المبالغة من الأفعال الآتية: صبر، صيغة المبالغة من الفعل صبر، إما أن أقول صبور أو صبار. هذا دليل على أن الفعل الواحد قد تكون له أكثر من صيغة مبالغة صبور وصبار نحو قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار بالنسبة إلى حمدة صيغة المبالغة منه إما أن أقول حماد أو حميد صام أقول صوام واقول ايضا صوامه الفعل علم يمكن ان نقول علامه علامه ويمكن ان نقول صيغه اخرى عليم اغاره يمكن أن أغار صيغة المبالغة منه منها مغوار مغوار مزيد على وزن مفعال أكثر مكثار هذا كل ما سنأخذه في درسنا صيغ المبالغة شكرا لكم أعزائي الطلبة والى اللقاء في درس قادم باذن الله